بسم الله. السلام عليكم. أنا سمحي لي وزارة الصحة هي مديرية التجهيز في نفس الوزارة، إلا تجرأت عليكم، ولكن الهدف ديالي مصلحة مدينة تمسنا، وماشي التشهير بكم أو التقليل بما تقومون به أبدا، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الفيديو هي الثالثة ولا مع الرابعة على هذا المستشفى اللي من 2014 وهو كيتبنى، واللي كيبان ليا اليوم في 28/9/2024 راه قريب وقيلا تدشن، ولكن الا بقى على هذا الريتم هذا راه ما غاديش يبدا حتى 2026 او 2027 والله اعلم. علاش وزارة الصحة هاد قوة الديكورات من برا ديال هذا المستشفى وكل هذا الرخام اللي كيسوى تقريبا 300 درهم مترو او اقل او لا اكثر؟ يمكن لك تشري بها مثلا 300 درهم، يمكن لك تشري بها ستر معين ديال الصباغة، وهذاك ستر يقدر يصبر لك أكثر من 20 متر مربع، وذاك الديكور الآخر اللي مغطي ما نعرفوش الألومنيوم ولا حاجة أخرى غادي يتقام على الأقل تا هو 200 درهم للمتر، وذوك البرات ديال الحديد اللي دايرينهم ديكور تا هما في المدخلين الثانويين أو ربما الرئيسيين ديال البناية يعلم الله شحال تا هما، والنخيل اللي كلشي عارف بأنه كيتباع ابتداء من 200 درهم للمتر حتى ل 1000 درهم حتى هو. علاش باع هاد النخل في هاد السويطار هاد بالناقص منه باع، أو لا شجرة ميت بالمعقول بأقل من 100 درهم من الوحدة يمكن لكم تعمروا بها مساحة الحديقة كاملة، كنت على الأقل كيجيو الحاجة اللي رخيصة. أنا هذا رأيي ماشي علاش قلت لكم كيجيو الحاجة اللي رخيصة، لأن باش زعما داك الفرق اللي غيبقى زيدوا عليه شوية وفكروا تشريو به مثلا آلة السكانر مثلا، او لا الالات ديال تشخيص القلب، او لا الالات ديال الايكوغرافيا، او لا الراديو ديال الصدر مثلا، او لا الراديو ديال العظام، او ماشي اللي جاي دوز تما يعني في هذا السبيطار هذا يديروا ليه الاطباء كونسلتاسيون ويقولوا ليه سير اسيدي السويسي، مابقاوش كيسيفطوا المستشفى تمارا، لان المستشفى اللي سميتوه انتم كبير في تمارا يا وزارة الصحة يمكن راه ما فيه والو احترامي، ولا كان كاع الراديو راه ما كيستعملوش لان الناس كتشكى. انا براسي مشيت ليه واحد النهار وعلى تقليدي وفي حالة صعبة ما كنقدرش نهضر، وبما ان السيكيريتي هو اللي مول المستشفى هو اللي كيتحكم في كل شيء، ماشي كينظم الناس او المرض يبان الامن ديال السبيطار، لا ما خلاني ندخل غير بزز. ملي دخلت عند الطبيب ومع الاسف كاينين هناك غير لي ستاجير، جا واحد ستاجير بقى عليا بعض الاسئله بحال اللي غادي يزوجني، وانا ما كنقدر نطلع الهضره لانني مخنوق وما حشم مرمش. من بعد قال لي سير دير عبروا لك طونسيون ورجع لعندي. المهم رجعت لعندو اش قال لي؟ قال لي خصك تمشي للمستشفى السويسي، حنا ما عندنا ما نديرو. سولت واش ما عندكم شي راديو ولا شي آلة ديال الايكوغرافي ديروها للصدر ولا شي حاجه ولا؟ قال لي ما كاينش. انا عليا سعادة الوزير الا بغيت نهضر انا على وزارة الصحة، ما عليا وزارة الصحة الا مشيت لك بالخاص وجا الله التيسير، وما ننساش الابتسامة ديالو وحسن المعاملة وكنحيو من هنايا. ويلا نرجعو لمستشفى تمسنا، وانا علي وزير الصحة الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين، ما ترجع لنا هذا المستشفى هذا بحال هذاك اللي كيقولوا عليه لا تيبوا عليه مثال يا المزوق من برا اشحالك من الداخل، راه كيقولوا هذا بعدا على ديال التمار. ما خصنا ديكورات في هذا المستشفى يا سعادة الوزير ولا وزارة الصحة، خصنا المعدات الطبية بحال هذوك اللي قلت لك في الأول. الله يرحم لك الوالدين ويجازيك بخير، أنا كنعاود وكنظن بأن هذا الشيء هذا راه ماشي خسارة في الناس ديال تمسنا اللي دشناها الملك نصره الله وتسمات على الاسم ديالو، ما عاد علاش بدات كتبدا تنساوها ما فهمتش. وكنتمنى كذلك من وزارة الصحة ما تعطيش صلاحية لأي شركة الأمن يعني دوك لي سيكيريتي باش تتحكم في المواطنين، تدخل اللي بغات وتتكرفس على اللي بغات في هذا المستشفى ديال تمسنا. هذوك شركة الأمن ولا هذوك اللي كيخدمو اللي كيتسمى مستخدمين عندها راك هما اللي كيتحكموا تقريبا كيف ما كاين في جميع المستشفيات المملكه. يا وزارة الصحة
راه تما الشباب الواعي والمثقف وذوي اخلاق او ذوي اخلاق حسنه راه كاين اللي يخدم في بلاصه هاد الشركات اللي كتخرج على الخط اللي ما خصهاش تهداه. ايوا هانتوما عاوتاني شوفوا ها هي الكليه المحبوسه في جنب هاد السبيطار هذا اللي ما بغاتش حتى هو كاع تكمل من 2014 وشحال اللي زادت شنو نساها. على كل حال الله يرحم ويرزقني الجميع.